للأسف الشديد عرابي بلد حمراء، وذلك بسبب ازدياد وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة. شيء مؤسف ومؤلم طبعا، ويدل على عدم الالتزام بالتعليمات والفحوصات والأخذ اللقاح من قبل المواطنين. لذلك يعني هذه مناسبة لأن نتوجه من خلالكم إلى جميع المواطنين في عرابي وإلى أبناء مجتمعنا عموما بأن يسارعوا إلى إجراء الفحوصات وإلى أخذ التطعيم من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، لأنه البلد الحمراء هذا يشل حركة التعليم ثم الحركة الاقتصادية وتقديم الخدمات، وكل الحياة في البلد تتأثر سلبا بهذا الوضع. نحن كبلدية طبعا، لأنك سألتي عما تقوم به البلدية من إجراءات، نفتح مراكز لإجراء الفحوصات ومراكز تطعيم، ونقوم أيضا بحملة إعلامية موجهة للمواطنين. من خلال ذلك نريد أن نحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات، ونريد أيضا أن نحث المواطنين على الحضور إلى مراكز الفحوصات والتطعيم لأخذ أو لإجراء الفحوصات ولأخذ اللقاح، لأنه بدون ذلك لا يمكن الخروج من هذه الدائرة الحمراء. هذه مناسبة أيضا لأن ندعو الجميع للحضور لأخذ اللقاح الثالث لمن يجب أن يأخذ اللقاح الثالث، ولإجراء الفحوصات لمن لم يجر الفحوصات، ولا سيما في شريحة الفتيان والصبيان من جيل 12 عاما فما فوق. كل من لم يأخذ الجرعات الكافية أو اللازمة يجب أن يحضر لأخذها لكي نضمن إعادة الحياة إلى طبيعتها. بالنسبة لطلاب المدارس، شو الإجراءات اللي عم تتخذوها في المدارس بالنسبة لتعليمات وزارة المعارف ووزارة الصحة بالنسبة للصفوف، بما أنه عرابي مدينة وعم تحكي على طلاب في المدارس، قد نسبة التطعيم فيها، شو الإجراءات اللازمة؟ خلال الأسبوع الأخير منذ يعني افتتاح العام الدراسي ونحن نتجول في المدارس، نرى أن إدارات المدارس ملتزمة تماما بالتعليمات، ملتزمة بحث الطلاب والأهالي على إجراء الفحوصات، وملتزمة أيضا بقضية الحجر في حال اكتشاف إصابات مؤكدة بين الطلاب. رأيت أن بعض الصفوف قد دخل طلابها إلى الحجر الصحي، وهذا موجود في عدد من المدارس وليس فقط في مدرسة واحدة. آمل أن يؤدي ذلك، يعني أن يدفع بنا كلنا كأهالي فعلا إلى إجراء الفحوصات وإلى الالتزام. يجب أن تؤخذ التعليمات بجدية، ومرة أخرى نقول من لم يجري فحصا فليأتي لإجراء الفحص، ومن لم يأخذ اللقاح يجب أن يأتي لأخذ اللقاح. بدون ذلك لا يمكن أن يعني نخرج من هذه الدائرة الخطيرة. عرابي بلد حمراء، إحنا مؤسف يعني الوضع اللي إحنا موجودين فيه بالمرحلة الرابعة من الكورونا، فوتت البلد بالقائمة الحمراء. على الرغم من كل المحاولات إحنا نكون بعيدين عن الخط الأحمر، فالإشي يعني مؤسف، بتطلب من البلدية من المواطنين أكثر جهود للتطعيم، أكثر جهود للفحص وللوقاية اللي إحنا نقدر نتخطى المرحلة. طلاب المدارس كيف نسبة التطعيم؟ هل في إقبال على التطعيم؟ وشو عم تعملوا بتعليمات وزارة المعارف وزارة الصحة للطلاب؟ في هناك إقبال، إحنا يوميا تقريبا في عنا محطات للفحص، في هناك توجهات من الأهالي، مطلوب أكثر تعاون وأكثر توجه، لأنه بالآخر هو بصب في سلامة العائلة، في سلامة الطالب، وفي إدارة يعني برنامج حياة عادي على الرغم من كل مصائب الكورونا. فهذا دعوة لكل الأهالي، دعوة لكل الطلاب، للجهاز التعليمي قديش ممكن، للأهالي إنه يشاركوا في برنامج الفحص اليومي اللي بنعمل على أساس إنه إحنا نقدر نتخطى كل المخاطر وكل ما يترتب على قضية وجود عرابي في المنطقة الحمراء، اللي على الأكيد لها تأثير كبير على إدارة برنامج حياة عادي في للطلاب بالدرجة الأولى وللأهالي والبلد. طبعا الازدياد بالأسبوعين الأخرانيات من بداية افتتاح سنة الدراسية من 1/9 كميات مخيفة. إحنا من ناحية التطعيمات عندي نسب اللي هي منا أولى، وجبة أولى 82%، وجبة ثانية 70%، وجبة ثالثة 12%. بس المشكلة اللي عندنا هي موجودة، هي مشكوك بجيل الشباب. جيل الشباب إحنا اليوم نحكي على معدل عام على حد 65% بين جيل 12 لحد جيل 29، 65%. مع انه نتفاجأ انه الكبار بالعمر كبار بالسن هن نسبة التطعيم عندنا حوالي 90%.
نسب منيحة كثير، بس هذا الموجود يعني افتتاح السنة الدراسية للأسف أثر سلبا جدا، مع أنه إحنا بدنا الطلاب يتعلموا وبدنا نفتح المدارس وبدنا الحياة تعود، لأنه كله بيستفيد من الوضع الموجود. بعد مراجعة الأمر تبين أنه مش إغلاق تام، طبعا اللي في طلاب اللي هن عم بتعلموا بالصف اللي هن محلمين اللي بنعدوا محلمين أو المطعمين هن موجودين بالصفوف، لكن في قسم كبير نعم موجود في البيت ونعمالهم بتعلموا بالزوم. وشو رسالتك لأهالي عرابي؟ لأهالي عرابي رسالتي الوحيدة هي من شان الله اللي عنده ولد عنده أعراض أو الأهل عندهم أعراض ما تودوا أولادكم على المدارس. للأسف الشديد هي ظاهرة عم نشوفها بالمدة الأخيرة بالأسبوعين الأخرانيات، عم بودوا أولادهم على المدارس وما مفوتوا الطلاب على حجر، وإحنا بلد يعني متعلمين، بلد مثقفين، بلد أطباء، وممنوع يكون عندنا هذا الأشي. هاي النسبة هي مع الأهلنا هي نسبة بسيطة، هي بتتعداش 2%، ولكن بتأثر.